هنا زميلنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مجدي الجلاد. مساء الخير يا استاذ مجدي. مساء الخير يا استاذه رشا، اهلا بيكم وبالاستاذ الدكتور، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. يبدو من للوهله الاولى ان الحل السياسي في هذه الازمه كان غائبا وبامتياز. استاذه رشا اسمحي لي ان انا اتفق مع حضرتك، ولكن ازيد عليك واقول ان الحل السياسي في كل الازمات هو غائب للاسف، والحل السياسي في كل الملفات غائب، وده اللي بيسبب ازمات. احنا ما بقاش بيمر علينا اسبوع او ثلاث اربع ايام لما تكون في ازمه كبيره من لا شيء، عارفه بالضبط كده نقدر نسميها الازمات المجانيه. نحن في غنى عن كل ذلك، مصر في وضع صعب جدا، ومصر الملفات المهمه والخطيره والاستراتيجيه سواء الازمه الاقتصاديه او الامن او الارهاب او غيره، هي دي الملفات، او كمان ادماج الشباب في المجتمع وخلق فرص عمل. كل المشاكل والملفات الكبيره اللي المفروض نركز عليها لبناء مستقبل افضل بتغطي عليها ازمات مجانيه لغياب الوعي السياسي لدى المسؤول المصري. خليني اقول لك ده للاسف. المسؤولين الذين يديرون ملفات مختلفه في المجتمع، الوزير قبل ما يكون فني يفهم في ملفه لابد ان يتمتع بالوعي السياسي، ولابد ان تكون حاضره لدي المعالجه السياسيه. وانا مش بقول انه اخلاء سبيل امناء الشرطه امس التسعه بضمان محل اقامتهم ده صح او غلط، ده قرار يتعلق بالقضاء يعني. بس خليني اقول لك برضو ان القضاء بكل مستوياته ودرجاته مش عيب على الاطلاق، بل المطلوب ان هو يتحلى ايضا بالمواءمه السياسيه. بالمواءمه لان ده في حاجه كده في القانون اصلا، يعني بيدرسوا لطول القانون المواءمه السياسيه. يا فندم المحكمه الدستوريه العليا نفسها وهي ارفع سلطه قضائيه في مصر توائم سياسيا، وهذا ليس عيبا، وده موجود في القضاء وموجود في القانون وليس التفافا. يعني انا عندي جمعيه عموميه للساده الاطباء النهارده في النقابه، اخلاء سبيلهم امس كانه اشعال للموقف. بس خليني ارجع لاصل المشكله بقى يا استاذ رصا، اصل الازمه. احنا دلوقتي بنعالج تداعيات وتبعات نتجت عن غياب المعالجه السياسيه للموضوع. طيب لما نيجي للمشكله من الاول، نحن لدينا ازمه كبيره جدا تتعلق بمفهوم السلطه في مصر، ايا كانت السلطه بقى، يعني كل واحد ليه سلطه بما فيها السيد الغفير اللي موجود في مكانه، مع احترامي ليه هو لديه سلطه بيديها له القانون. السلطه من اعلى الدوله الى اسفلها محتاجه الى اعاده وضع مفاهيم محدده. السلطه يا استاذه والحصانه والصلاحيات لا تستخدم بهذا الشكل القسري التعسفي. يعني فكره ان انا امناء شرطه، وانا امناء شرطه بتوع مباحث، وتقديرنا الشديد لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه والامن المصري دي قضيه، والتصرفات اللي بيسلكها البعض قضيه ثانيه. انا امين شرطه او امناء شرطه وانا في المباحث في اسم المطريه، هذا لا يعني على الاطلاق ان انا عشان مباحث في الاسم ان انا اتعدى على كرامه مواطنين ايا كانوا بقى. نفس القصه يا استاذه راشا اللي حصلت مع الاطباء، مع تقدير الاطباء هي نفسها اللي بتحصل مع مواطن بينتهك حقوقه بتصرف فردي يسيء لوزاره الداخليه نفسها. إذن فالطبيب ده أو الأطباء اللي كانوا في مستشفى المطرية بيقوموا بواجبهم، سواء قاموا بواجبهم أو ما قاموش بواجبهم أو أخلوا أو قصروا أو أهملوا، سلطة محاسبتهم مش أمين الشرطة على الإطلاق، ولا وزارة الداخلية، ولا اسم المطرية. هناك نقابة خاصة بهم تحاسبهم، وزارة الصحة تحاسبهم، الجهة اللي تابعة ليهم تحاسبهم بغض النظر عن التفاصيل. لكن إساءة استخدام السلطة في مصر ناتجة عن غياب المعايير الخاصه باستخدام السلطه. علشان كده ما اقدرش افصل على الاطلاق يا استاذه رشا بين ما حدث في مستشفى المطريه وما يحدث في الشارع وما يحدث في اقسام السلطه مثلا، وما يحدث في ضرب ممرضه بالقلم او مواطنه او غيره. القصه كلها ليها علاقه بايه؟ انه لما بتمشي عربيه في الشارع صاحبها بينتمي لجهه محدده في الدوله، جهة ذات سلطة، ومش حاطط أرقام عربيته وحاطط مكانها علامة الجهة اللي بينتمي ليها، ده إساءة استخدام سلطة.
فهماني يا استاذ رشا؟ لا احد فوق القانون حتى، يعني ده بالعكس. سياده القانون لن يتم ترسيخها في المجتمع الا بحاجه واحده، ان القانون نفسه يطبق على صاحب السلطه والخطاب، على الجميع، على الجميع. ودايما بنقول لما بيبقى في اتصالات بيننا وبين المسؤولين في الداخليه ان اكثر من يسيء الى الداخليه هم هؤلاء الذين يتصرفون تصرفات تسيء الى تضحيات ابناء الداخليه. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي عندنا ضباط شرطه وامناء شرطه وجنود ومجندين بيموتوا عشان يحموا. مظبوط، صح. طيب السؤال هنا بقى، السؤال المهم في هو في الاساس، مش احنا دلوقتي عندنا معركه مشتعله بين سلطتين كبار في الدوله؟ عندنا ازمه كبيره وصراع بين الامن المصري، تحولت الى صراع بين وزاره الداخليه ونقابه الاطباء، والاثنين سلطتين كبار. ما هو في الاول وفي الاخر نقابه الاطباء لا تستطيع ان تصمت على هذا التصرف. صحيح، تبقى مخطئه، عندها مشكله كده اعضائها. طيب مسألة عودة مرة أخرى لمسألة غياب الحل السياسي، والنهاردة الحقيقة أستاذ مجدي وحاجة أكيد تابعت هذا الخبر، رئيس الوزراء يأمر بسرعة التحقيق في واقعة المطرية. يعني هو يعلق في وقت يجب ألا لا يجب أن يعلق فيه، وكان هناك وقتا يجب أن يعلق فيه هو لم يعلق فيه. يعني الأزمة يعني صعبة يا فندم. ما هو المشكلة يا أستاذة رشا للأسف، وأنا بقول الكلام ده وأنا مش سعيد على الإطلاق، ان السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يتدخل اليوم فهو تدخل واحد متاخر، تمام؟ اثنين، وده مشكلته بقى الاساسيه، انه النهارده بيطالب رئيس الوزراء، بيطالب ما هو مقرر اساسا ومعترف به في القانون. مش ممكن رئيس الوزراء، انا مستغرب من تصريح رئيس الوزراء ان رئيس الوزراء يطالب بمحاسبه المتهمين. مش المفروض رئيس الوزراء يطالب، لان القانون يجب ان ياخذ مجراه بدون ما رئيس الوزراء يتدخل ويقول ان المفروض. وهو يمثل السلطه التنفيذيه والامر معروض على القضاء والنائب العام، وبالتالي لا يجب ان يتدخل او يقول حتى اي تصريح من قريب او من بعيد. هذا ليس هو الوقت. كان هناك وقتا هو لم يعبر فيها عن موقفه الذي كان يجب ان يعبر عنه، وهو معالجه الامر سياسيا. المعالجه السياسيه كانت من اول يوم يا فندم. مظبوط. لكن الان رئيس الوزراء بيطالب ما يقر القانون نفسه. طب احنا استفدنا ايه؟ وفي نفس الوقت، طب دلوقتي انا مع تصعيد نقابه الاطباء، دلوقتي الازمه اخذت شكل تاني، هو صراع بين جهتين. لا، والنهارده كان في حل شديد الذكاء من الاطباء، لان دايما كانوا يهاجم الاطباء لما يقوموا باضراب، لان المرضى هم اللي بيتضروا مش الحكومه. فقالوا لك خلاص بقى احنا هنعالج المرضى عشان دي رسالتنا ودي مهمتنا، وحتى لا يضر المرضى، لكن احنا بقى مش هناخد اجر من هؤلاء المرضى، وبالتالي هنضر بالحكومه. طب بالظبط يا استاذه رشا، النهارده تصرف نقابه الاطباء او الجمعيه العموميه تصرف ذكي، نعم. ولكن المشكله الان ان اي حل هيتعمل دلوقتي هو فيه خساير. خلينا نعترف حضرتك بالظبط كده، زي مريض في اسبوعين ثلاثه ما يتعالجش، هل هعالجه دلوقتي بنفس درجة الشفاء والنجاح اللي كنت هعالجه من الأول؟ احنا سيبنا، احنا بنسيب المشاكل تتأزم، ثم التدخل نفسه يبقى تدخل غير صحيح. ليه؟ لأن التدخل دائما أو التصرف أو القرار من منطقة الأزمة عندما تستعل، غير لما تبدأ. يا جماعة لازم رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين في مصر لازم يتحلوا بوعي سياسي. التعامل مع الرأي العام قائم على المواءمة السياسية والتعامل السياسي. المواءمة السياسية والتعامل السياسي مع حل عدد من الأزمات. الرئيس بنفسه في إحدى الفعاليات كان موجود وزير الداخلية أستاذ مجدي أيام أزمة المحامين، والرئيس سأل أين وزير الداخلية، فوقف وزير الداخلية قال له أنا بعتزل المحامين. يعني كانت إيه المشكلة في دي؟ السؤال هنا، وإحنا عايزين نحول رئيس الجمهورية بما لديه من اعباء ومسؤوليات. المشكله ان لا شيء يحل في هذا الوطن او في هذه البلد الا بتدخل رئيس الجمهوريه نفسه. وده ما ينفعش. فكره ان يمتلك وزير المقومات الاساسيه لمهنته وهي الحل السياسي، زي ما هو قبل ان يكون تنفيذي او مهني هو وزير سياسي. الوعي السياسي، بص، ما فيش وزير في الحكومه بالكامل يجب ان يعين في الحكومه الا لما يكون لديه وعي سياسي. المشكلة بقى ايه؟ ان احنا بنحول رئيس الدولة الى منطقة اطفاء الحرائق.
بس بعد ما تشتعل. بعد ما تشتعل، ده صحيح يا استاذ مجدي. خليني ارجع تاني بعد اذنك للاستاذ